والله شوف، يعني صحيح اني زعلان شوي من بعض الكلام اللي وصل، يعني في ناس تطلع تتكلم انه يعني في كلامهم ما في احترام شوي، عرفت؟ يعني بتنتقدني انتقدني باحترام عشان انا اتقبل، عرفت؟ بس لكن يوم اسمعك وانت بتنتقدني بدون احترام، لا بتقبل ولا بتسمع كلامك بعد كذا. يعني انا ما اتكلم على حد، اي محلل اي ناقد يبغى يتكلم على عبد الله المالكي او على اي لاعب اتوقع تتكلم باحترام عشان اللاعب يستفيد برضه، انا ابغى استفيد من انتقادك برضه، صح ولا لا؟ مو تتكلم بكلام مو بحلو وما في احترام. يعني انا عارف مستواي نازل صحيح، بس انتقدني باحترام عشان اتقبل منك وعشان احاول اطور من نفسي بس. يعني انا ما احاول اطلع برا الملعب كثير ولا حاب ارد على حد، بس اهم شيء الاحترام يكون موجود. مبروك الصداره، افرح. باقي ما سوينا شيء، يعني الجاي احسن باذن الله ونحقق هدفنا ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، ده المهم في حضور جماهيرنا. ويعني يعني الحمد لله كنا حريصين جدا ان احنا نأدي المباراه النهارده بشكل كويس ونرجع بثلاث نقاط. يعني كان مهم المباراه اللي فاتت والمباراه دي ان احنا ناخد ثلاث نقاط، دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. الاجواء كويسه جدا في النادي، بتساعد اي حد على النجاح الحمد لله. بنحاول ان احنا دايما نطور نفسنا في كل حاجه جوه الملعب وبره الملعب، والحمد لله كل الناس من اول رئيس النادي لحد الناس اللي شغاله معانا في النادي كلنا ايد واحده وكلنا شغالين زي عيله واحده، والحمد لله يعني الاجواء كويسه جدا. سواء في مكسب او في خساره كلنا بنحاول ان احنا نطلع اقصى حاجه عندنا عشان نفيد الفريق. يعني انا بشكرهم جدا طبعا، النهارده كان المنظر كويس جدا وادونا حافز كبير جدا في اوقات زي ما قلت لك في المباراه بتبقى فيها اوقات الريتم نازل، الجمهور بيبقى ليه يعني حافز كبير جدا للعيبه.